عليكم وأهلا بكم إلى النشرة الاقتصادية. عقد على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية 2015 ندوة اقتصادية بحضور نخبة كبيرة من المختصين والمفكرين في مجال الصرافة الإسلامية حول العالم. وتضمنت ندوة بحث النمو السريع لصناعة الصرافة الإسلامية عالميا التحديات الحالية التي يواجهها النمو المستقبلي لهذه الصناعة، كما تضمنت جلسات نقاشية حول قطاع الصرافة الإسلامية والدور الريادي للمملكة البحرين في تنمية الصرافة الإسلامية، الأمر الذي يعكس استمرار استضافة البحرين لهذا المؤتمر العالمي على مدى 22 عاما.